شوف يعني موضوع الشهر الشهري شوف يعني مبلغ شهري نبدا هو ما يعرف والله يعني قدر عن طريق اي عن طريق هو الشخص اللي حدد قدر المستطاع لا انا هو بعد الشيخ انا ان شاء الله ما قدر المستطاع انا احاول بعون الله قدر المستطاع اللي اقدر ارتبه ادزك يا ولد والله هذا الانتخابات اي لا لا طبعا هاي تستمر شهريا اي ان شاء الله ما تتوقف ان شاء الله ان شاء الله منا لما تتقرب حكومة وراء عود إلى صار مكان زين ويهم يدعم أنا أحكي لك يا طريق أنا رايح على لجنة النزاهة البرلمانية منتهي الموضوع منتهي محسوم الإذن الله وأهل البيت منتهي راح نخلي لك الحكومة الدولة هيك سأنا برا أخو برا ومشت هيك نعم على قولة السيد يقول لي مشت هيك كانت هيك نمشي مشت هيك لأنه نطلب جو احنا نصير اصحاب قرار صح اصحاب قرار ما يا كريم اتفق التنين هيدا هذه سلمت 50,000 ها ليش يلا حكيته هادي شوف حاجه دي عادي ما روح الروح يلا ما انتبهت ما انتبهت سامحني سامحني انتبهت وسكرت ليه ده قال لي حسين انا رايح اعمل اغراضك مهم كنت عم بقول لك حسين وعزام صاروا كل يوم بحياتنا ماكو مشكله اتفق هو وهيدا بس اسمعني على السريع بده ياني ياخذ موافقتك لانه مرات حتى يحكينا بالتليفون كل شهر بيعطيك هيدا 50,000 مع الشغل ترضى انا هو عم شارع وهسه شارع هو وياه قدامي اسمع هو قال له انت والشيخ 50,000 واشتغلوا يعني عندكم شغل فوق تاني بيسلمنا 50 قال له 50 انا والشيخ يعني انا شعرتي الشيخ شو قال له والله شو قال لك وشو قال لك شو اللي تحكي لي 50 انا والشيخ والدكتوره بعد في موجوده بدها اكثر الشغل كله علي وعليا يعني شو اعطي للشيخ وشو اخذ منها انا لل 50 قال له هيدا هو الشغل قال له بس خلوني بلش وارجع ابني اموري نرجع نغير الامور عم بيقول لي تقبلي تنين استلم قلت له والله انا وهلا جايب لك ابو التنميه وجايب لك ابو الكهرباء هو يصير عندنا منهم معاشات شهريه ابو التنميه 100 بالشهر عم بقول براحتك قلت لك ما يقول لي لا بس قديش تعطي حسين منهم وقديش انت نحكي فيها هاي بعدين مو قلت لك انا وياك قال لي انت بده يحكي لي يسلم عليك والله المطابع تريد مني مليون ها شيخ شلون امورك عافيه الله يساعدك شيخ عين هذا اتفقت وياه 50 اي وبيك قلت له بس تفتح له ها هو قال لي لو شغل لو فلوس قلت له شغل والفلوس قال والله انا ما عندي والدائره ما بيها شغل ما بيها شيء من استفاد قلت له ما هاي مشكلتك ما اعرف وانت عشان ذاك اليوم بولت انك جيت تبدل الملفات وهاي عمر التنميه على 100 رح مشيها يلا ما جبت يا هذا هو شنو خلي ولد شغل يمي معه ما شو وبعدين اتفق انت وحسين على الحصص انت وياه